تزوي. طيب كابتن احمد، اتكلمت قبل الفاصل مع الكابتن احمد الطيب. القضية يعني انا هاخد بس اللي بيهمني العناوين المهمة. حينما اثرت هذه القضية، هل تصيدت له ولا انت كان بالفعل عندك قضية متعلقة بان في تغذية للتعصب الرياضي يمكن ان يشعل فتنا؟ هل هي محاولة للتصيد ولا تعاملت معها لأنها قضية حقيقية؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا ما بحبش المواجهات، خاصة لما تكون مواجهات غير متكافئة على الإطلاق، وده إحساسي بكده يعني. وأنا الحقيقة اعتذرت لحضرتك والأستاذة فاطمة والأستاذ حسام لأنه كان عندي برنامج على الهواء، وقطعت البرنامج وحطيت حاجة مسجلة عشان آجي، لأنه لقيت من كتر التليفونات والرسائل اللي بتجيلي أمام موجة الكذب إن لازم أجرد. اتفضل. خليني بس أشرح لك الأول قصتي بالكابتن أو علاقتي كيف بدأت بالكابتن أحمد الطيب. كابتن أحمد الطيب كان معلقا متميزا في القناة الرابعة، وأنا أخدت منه إحدى لزماته، كنت بقول كده لأن مفيش حد عنده أمانة في الوسط الرياضي زيي. يعني تعلمت منه وأخذت منه؟ لا ما تعلمتش، لا في فرق، تعلمت وأخذت. لا انا خدت منه، كان في لازمه حلوه بيقولها، خدتها منه، كنت بتابعه وكنت بكلمه وكنت بشجعه، ولا احلى ولا اجمل ولا احلى ولا ادبي بتاعته. انا دفعت ثمنها. لا ده انا كلمته عشان بس تعرف ادبي واخلاقي والتزامي، بس ما بعرفش الكذب، يمكن انا الوحيد في الوسط ده اللي ما بيكذبش. عشان كده لو سالتني من 10 سنين ورجعت سالتني دلوقتي هتلاقي نفس الاجابه، وفي حكمه بتقول لك يا كذوبا كن ذكورا. احمد الطيب بتقدم بعد كده لاختبارات الاذاعه كمعلق، سقط، كلمني قال لي كابتن احمد ينفع اسقط؟ قلت له كذاب، بدايه الكذب. لا ما احنا قلنا مش هنقاطع، احنا قلنا كذب. لا 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 احنا قلنا دي بدايه كذب كابتن احمد، ما احنا اتفقنا هنسجل. اوعى تقول بص، لا 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 كده كده يبقى كده. بص كده كابتن احمد، يبقى كده كده اختلفنا كده. اوعى تقول كده بصبعك تحت كابتن احمد. لو سمحت لو سمحت، طيب ما انت بتتكلم بقالك ساعه، ما تبص ما تحطنيش الاول. ده احمد الطيب وده في القناه الرابعه. طب ما تسيبه، ما تسيبه يروي القصه من كلمه. لا 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 لازم اسجل. هاتوا يا جماعه ورقه، سجل عندك كلمه كده، سجل عندك. لو سيبنا على ربنا. طيب. مش هسيبنا على الشخص البدايه كده كده يبقى شكلنا سيء امام مش هرد المشاهد. انا بالطريقه بتاعت انت يا كابتن احمد، انت بص تعلق استاذ وائل امام مشاهد، المشاهد لازم يحترمك ويحترمني ويحترم الكابتن. انا هقول لك بالشهود، انا هقول لك ده بالشهود. كلمني استاذ احمد قال لي ينفع اسقط؟ قلت له لا انت معلق موهوب ما ينفعش تسقط. كلمت السيده الفاضله نجوى ابو النجا، قلت لها ده ولد موهوب وكويس وارجوكي اعملي له اختبار تاني. الولد ده كان لاعب منتخب السويس ومدرب في الدوري الممتاز. ولد في النهايه، الولد ده كان لعيب في نادي منتخب السويس. ما انت بتعلق بتقول على ده ولد ومدرب في انت بتقول على ده ولد. يا سلام عليك ولد، ما اقول عليه مش حتى لو كان سنه ايه يا عم، سيبني مش ينفع. لا انت بتقول يا سلام عليك ولد، قلت لها ده ولد كويس، خد راحتك وموهوب، ودي حاجه اشاده على فكره، ولد كويس. نقول يا ولد يا ولد في التعليق، خلي بال حضرتك بس، وحرام انه يسقط. قالت لي رايك ايه؟ قلت لها اعملي لجنه تانية يا مدام نجوى وانا بقول لك هينجح. عملت لجنه تانية ونجح احمد الطيب او معلق في الاذاعه. ثم انا بقول لك بالاسماء والله كده. طب ما نسمع يا كابتن. بص يا استاذ وائل، بص يا استاذ وائل، هسيبك نفس المده بتاعتك. بص يا استاذ وائل، نفس المده كامله. لا 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 لا، ساعتين ونص بيحكي. اتفضل. كلمت بعد كده الاستاذ حسام الدين فرحات، كان ماسك قناه النيل، قلت له كانت لسه طالعه قناه النيل، قلت له في ولد موهوب كويس اسمه احمد الطيب، بص عليه يا استاذ حسين. وربنا كده. طب خلاص كويس. يا كابتن احمد ما تسجل. المهم اهو بص اي ورقه اهي يا عم، ولا ورقه ولا قلم بقى استاذ وائل. انا جاي، انا جاي ارد على نقط معينه عشان امشي، فسيبني الله يخليك. انا عندي طياره الصبح، انا مسافر ادي محاضرات في الاعلام في الاردن الصبح ان شاء الله. ربنا يستر. وبالفعل ربنا يسترها عليك وعلى اللي زيك ومن اللي زيك يا اخي. خليني ماسك نفسي. يلا يا كابتن احمد، كابتن احمد انت واحترمت الراجل، احنا اتفقنا. خليني يا جماعه نفسي. والله 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 يا انا يا استاذ وائل، والله انا لما بقعد اتفرج يعني عليك وبلاقي الضيف بيعملوا كده بقفل التلفزيون. خلينا بقى اقول الكلمتين اللي عندي. الله يخليك، انت مؤثر وهو مؤثر. لا 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 يا استاذ وائل، اسمعني للاخر الله يخليك. هقول كلمتين يا امراء. استاذ حسام فرحات فعلا قال لي ده ولد كويس وموهوب وانضم لقناه النيل. ثم كلمني الصديق العزيز علي سعيد الكعبي وكان رئيسا لقناه ابو ظبي الرياضيه، قال لي يا كابتن احمد انا عايز اتنين معلقين شباب
قلت له احمد الطيب وعلي محمد علي. علي الطلاق كده. طيب يا كابتن احمد خلاص صدقت بالله يا استاذ وائل والله ما بقول كلمه كذب. المهم انا عارف انا بقول ايه. كويس رحت اذا كنت انت مطلع 10 مرات دي حاجه ثانيه بقى. كلمت على سعيد عم كلمني على سعيد الكعبي والدليل ان احمد الطيب كل اجازه يجيب لي بدله او يجيب لي جاكيت عرفانا جميل يحلف بالطلاق انه كذب. دي مش كذب دي صح بس كويس عشان انا مرتشي دي صح. المهم بيجيب لي بدله. طب ده هدايا محبه يا جماعه. ليه 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 ايه سببها بس انا عايز اسالك بس ايه سببها بس ايه سببها ليه بيجيب لي انا هديه؟ لانه بيعترف دايما يقول لي انا بعترف بعرفانك وجميلك عليا انت اللي سفرتني ابو ظبي. كلمني بعد كده علي الطلاق بالثلاثه ما حصل. انت متجوز 10 مرات علي الطلاق بالثلاثه ما حصل. بص يا كابتن بيقول كذب على فكره. انا اعرف ان هو ممكن يعني يقول حاجات عظيمه كتير. خلي بالك انت معلق بتتسلل للبيوت يا استاذ الفاضل. كذب كتير ورا بعض غريبه جديده دي استاذ وائل. الناس ما عاهدت فيا الا الصدق وعمري ما بكذب ومش هكذب عشان كويس. كمل لك بس. بعد ست شهور كلمني علي سعيد الكعبي يا رب يا رب اعرفك جوه على التليفون. قال لي منك لله منك لله منك لله. ده بيحارب فيا بكل الطرق عشان يمشيني. وبالفعل علي سعيد الكعبي ساب قناه ابو ظبي بعد ما كان سعيد جدا بيه في البدايه. ثم انتقل من الامارات الى قطر بطريقه او باخرى. ادي قصه تعارفي مع الكابتن احمد الطيب. احمد الطيب جه علق على الدوري في قناه تن ايام ما كانت واخده الدوري العام. بقول لك معلومات مباراه الاسماعيلي واتحاد سكندري. احنا عندنا الفاظ في الكوره ما عمرنا ما سمعنا كلمه انقلاب. فالاسماعيلي كسب الاتحاد 5-0 في اسكندريه قعد ياكد على كلمه انقلاب. طبعا كلمه كده انا عرفت مين اللي كان بيكتب الحاجات دي ومين اللي بيصدرها للي بيكتبوها. اقسم بالله بتتقال في كل مباراه بيعلقها كانه الدوري القطري ده الدوري الاسباني الدوري الفرنسي الدوري الانجليزي الدوري الالماني اعلى دوري يعني بيعمل دعايه لقطر دائما. كلمة قطر لازم تكون موجوده. طيب ده كلام موضوعي يهم عليه. أنا ماشي كلامي كله هتلاقيه موضوعي ما فيهوش ولا كلمه إيه انقلاب. عايز يقول لك ده انقلاب في المعايير والمقاييس ان عمرنا ما قلنا كلمه 5-0 عمرنا ما قلنا كلمه انقلاب في الكوره. المهم فانت عايز تقول يعني انه قناه تن قال لك انه بيغمز على انه الوضع في مصر انقلاب. قناه تن قالت ما يجيش تاني مش بسبب ده طبعا. من بعدها ما دخلش القناه ما علقش في القناه. الناس بس ما بتنسى واخد بال حضرتك يا جماعه ايه ده في جه على قناه النيل على فكره ازاي ما اعرفش كويس لما اشتغل بالله لما اشتغل انا قاعد احتراما لقيمتك ولقيمه الكلام ده ما ده كلام موضوعي يا كابتن احمد بس اقسم بالله ما هيترد عليه ده مش كذب ده فجر. عايز تقوم تمشي ولكن لا 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 صدق انت مش محترم اللي هيقوم يمشي ده يا كابتن احمد يا كابتن احمد يا استاذ وائل يا كابتن استاذ وائل لو سمحت استاذ وائل لو سمحت بعد اذنك اقسم بالله ده ما محترم والله انت كده. طب كده هل ينفع هل ينفع ان كده اقوم اكمل لك بس استنى بس استنى بس استاذ وائل خلينا اكمل لك. طب انت قلت لي انا مش هقصي لضيف سقط القناع يا استاذ ما يقول لك فجر ويقول لك كذب عشان ما مش ما تقول ده. طب ما انت قلت كده خلينا بس اكمل لك انت قلت كده يا كابتن انا ما قلتش كده ولا قلت كده 10 مرات يا جماعه يا جماعه كلاكما بيتسلل للبيوت. اكمل بس اكمل بس خلينا اكمل بس. حلو كده ادي علاقتي بالاستاذ احمد الطيب. استاذ احمد الطيب جانا قناه النيل بيعلق اهلا وسهلا. مع اول مباراه اشتكيت للساده المسؤولين موجودين اسامه الشيخ المسؤول ومحمد كامل المسؤول. قلت لهم يا جماعه شايف فتنه بتتزايد